هذا يسأل هل يجوز للمريض طلب الرقية؟ نعم يجوز، يجوز له طلب الرقية، لكن عدم الطلب أحسن، أن يرقي نفسه هو ويقرأ على نفسه هو أحسن. وإذا طلب فهذا جائز له، فليس فيه تحريم، وإنما فيه الأفضلية، أن الإنسان يستغني عن الناس، هذا هو الأفضل، وأن يرقي نفسه هو بالقرآن ويدعو الله هو لنفسه، هذا أقرب للإجابة. وإذا طلب من أحد أنه يدعو له أو يرقيها أو يرقيه، هذا جائز. نعم.